مساء الخير، شكرا إلى الأخ سيد فاضل الحليبي، وأيضا الشكر موصول إلى الأخوة أصحاب المجلس وللأخوة أيضا الحضور. حقيقة هذه المبادرة هي ليست بديلا عن أحد، مبادرة البحرين أولا ليست بديلا عن أحد، وتحديدا ليست بديلا عن المطالب الشعبية والمطالب الأهلية المتمثلة في الجمعيات، سواء كانت الجمعيات السياسية أو الجمعيات المهنية التي تطالب ضمن برامجها بعملية تصحيح وضع السوق بشكل أو بآخر، لكنها جهد إضافي احنا حبينا أن يكون ينضم إلى جهود بقية مؤسسات المجتمع المدني، ولذلك أطلقنا عليها مبادرة البحرين أولا. البعض كان يعني يتساءل لماذا اخترتوا هذه التسمية البحريني أولا. واقعا في رؤية البحرين 2030 جاء ضمن فقراتها بشكل واضح جدا العمل على جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل. فإحنا اختصرنا هذا المفهوم بهذه الجملة، مبادرة البحريني أولا. ليش البحريني أولا؟ لأن كما أشار أخوي أبو حسن، في سوق العمل اليوم إذا إحنا افترضنا أن البحرينيين أصبحوا أقلية، حيث أن صاروا البحرينيين يمثلون في حدود من 46 إلى 48%، فإن الأجانب أغلب نسبة الأجانب التي تتجاوز 52% هم عمالة، هم مش أهالي. النسبة الأكبر من الأجانب هي قوى عاملة، ولذلك الرقم اللي وضع أستاذ باسم مقلق بأن قوة العامل البحريني لا تتجاوز 30%، وفي نفس الوقت سوق العمل في القطاع العام لا يستوعب ما تستطيع أن تستوعبه مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لذلك الأفضلية صارت لصاحب للوافدين وليست للبحرينيين. احنا لما طرحنا هذا الموضوع كفكرة مبادرة البحرين اولا، ومن البداية حطيناها على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي، لا نخفيكم بان احنا كنا نقول انه احنا سنحاول ان يعني نحرك بعض المياه الراكدة، لكننا لم نكن نتوقع أن يحدث تجاوب فوري ومباشر من قبل الجهات المسؤولة. عندما طرحت فكرة مبادرة البحرين أولا، وهذا حق يجب الواحد يعني يشير إلى استجابة فورية من وزارة العمل بالاتصال فينا ودعوتنا إلى اجتماع، فاحنا يعني عدينا نفسنا على عجل ورحنا قابلنا وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، وجدنا صدر رحب جدا وتفهم واسع جدا لأهمية تغيير مفهوم النظرة إلى حق البحريني في الحصول على عمل. لذلك سارعنا إلى طرح فكرة المنتدى، ومرة أخرى تفاجئنا الوزارة بأن وزير العمل شخصيا يبدي استعداد واهتمام مباشر ويدعونا الاجتماع من أجل أن نتباحث حول هذه الفكرة. وعندما عقدنا الاجتماع مع وكيل ومع وزير العمل وجدنا أن الوزير متفهم جدا، وهذه ليست دعاية، هذه حقيقة، متفهم جدا ومتعاون جدا، وكان يسبقنا بخطوات في الحديث حقيقة. وعندما طرحنا عليه مجموعة من الأفكار كان متجاوب إلى درجة بعيدة جدا، فهذا شجعنا أنه هناك يعني فهم من قبل الشارع لحاجة المجتمع لهذا النوع من المبادرة، وفهم من قبل الدولة على الأقل تقدير الجهة المعنية لهذا النوع من المبادرة. بقي عنصر آخر وهو العنصر المعني بسوق العمل بشكل محدد، وهي تمكين. الآن وزارة العمل عطت رأي واضح جدا، اتصلنا بتمكين، وكانت استجابة تمكين أيضا استجابة أكثر من رائعة حقيقة، وقالوا إحنا ما عندنا أي مشكلة، بالعكس إحنا نريد أن ندعم،
واحنا عندنا هذه الفلوس نبغي ندعم فيها تفضيل البحريني، بس نحتاج لمشاريع، نحتاج لبرامج، نحتاج لاحد يقدم لنا شيء حتى نقدر نشتغل معه. طبعا هذا لا يلغي مسؤوليتهم هم او وزاره العمل اللي قالت نفس الشيء. وزاره العمل ايضا الوزير كان يؤكد من البدايه نحن بحاجه الى مشاريع عمليه وليس الى تنظير، شبعنا تنظير زين، وعندنا ما شاء الله. فعندما قررنا ان ننظم المنتدى، منتدى الحوار الاول، سعاده وزير العمل على طول وضع المنتدى تحت رعايته، وكنا نتوقع أن يكون فيه تفاعل من قبل الشارع بشكل كبير جدا مع هذه المشكلة اللي هي تقلق بال كثيرين خاصة العاطلين. ففتحنا موقع في الانترنت لتسجيل الراغبين في الحضور، وفوجئنا بأن العدد تجاوز 150 إلى 200 شخص، واستبشرنا خيرا. لكن لا أخفيكم أحبطنا في يوم المنتدى يوم 7 مايو أنه عدد اللي حضروا كان أقل من المتوقع بكثير. عموما في خلال الأيام الماضية احنا وقعنا اتفاقية مع جمعية الصحفيين، اتفاقية تفاهم مشترك مع جمعية الصحفيين، وأيضا خلال يومين الماضيين وقعنا اتفاقية مع معهد آفاق للتدريب، وهناك عدد من اتفاقيات التعاون سيتم توقيعها على أرض الواقع خلال الأيام القادمة. واليوم تشرفنا بلقاء الدكتور إبراهيم جناحي رئيس تمكين، ويعني لا أذيع سرا إذا قلت بأنه يعني فاجأنا أكثر من ما كنا متوقعين، واستخدم عبارات حقيقة تثلج الصدر. قال لنا بشكل واضح جدا أنتم تتكلمون لغة تمكين. تعال شلون يعني؟ قال أنتم المجموعة هذه الأفكار اللي تطرحونها هي الفكر اللي احنا نريد أن نضخه في المجتمع من خلال التمكين. لدينا ما يقارب من 120 مليون دينار سنويا دخل من إيرادات هيئة سوق العمل، ونحن على أتم الاستعداد لتوظيف هذه الأموال من أجل مصلحة المواطن البحريني وتعزيز فرص عمل ماله. وفي نفس الوقت كان يشير إلى أنه خلال الفترة الماضية كثير من اللقاءات اللي عقدت مع مدراء، مع رؤساء بنوك، مع يعني بشكل أو بآخر، نحن نشعر بأنه ما تطرحونه متميز، ما تقدمونه يختلف، ولذلك نحن مستعدين إلى أن نقيم شراكة معكم بشكل يعني متكامل. احنا نطرح، كنا رايحين حتى نطرح عليه فكره شراكه استراتيجيه. ايضا كما حدث مع وزير العمل، فاجانا الدكتور ابراهيم جناحي قال احنا نبغى نشكل اياكم لجنه مشتركه، وعين 3 أشخاص من مدراء التنفيذيين عندهم في داخل هيئه التمكين، واحنا ايضا منا كمبادره ايضا عيننا 3 بتكون لجنه مشتركه، ونريد ان نوقع معكم اتفاقيه شراكة استراتيجية من أجل تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع. أنا سأدخل في الأفكار على أساس ما أخذ وقت كثيرا. إحنا عندنا مجموعة من الأفكار للمستقبل، وهذه الأفكار يعني تتركز في قطاعين أو في نقطتين. نقطة رقم 1 هي محاولة جعل المواطن البحريني خيار مفضل في سوق العمل لدى القطاع الخاص تحديدا، لأن القطاع العام متشبع كما تعلمون، ونسبة الزيادة السنوية في عدد الوظائف أو تخليق الخلق الوظائف في القطاع العام يمكن ما تتجاوز 5% بأي حال من الأحوال. هذا مع وضع في عين الاعتبار المتقاعدين واللي يعني الوظائف الجديدة اللي تم استحداثها، لكن القطاع الخاص يستطيع أن يستوعب أكثر. ولذلك كنا نصر من اليوم الأول على معالجة مشكلة مسؤولين ومدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص، في المؤسسات والشركات في القطاع الخاص. وطالبنا في لقائنا المشترك مع وزير العمل ومع الوكيل وأي جهة نقعد معاهم، نطالب بالتركيز على جعل المسؤولين ومدراء العلاقات، عفوا الموارد البشرية، بحرينيين. لأن إذا كان مسؤول التوظيف، مسؤول تنمية الموارد البشرية، يعني مع الاحترام، آسيوي بيجيب آسيويين، إذا كان أوروبي بيجيب أوروبيين، إذا كان
افريقي بيجيب افريقي على اساس ما نتحدث بشكل عنصري. لكن اذا كان بحريني مفروض انه بيعطي فرصه للبحرينيين افضل. لذلك احنا هذا كان احد الاهداف الرئيسيه ان نحاول ان نبحرن ما نستطيع. وكان عندنا ايضا نقطه نطرحها مع المسؤولين، جميل نسبه البحرينيين في حدود 46-48%، نقول 50%، احنا نحتاج او على الاقل ننادي ان يكون نسبه البحرينيين في الوظائف 50%، اعطوهم فرص اكثر. مع طبعا الاحترام للارقام الرسميه المطروحه عن موضوع البطاله، احنا نعتقد ان البطاله اكثر من ما هو معلن، وهناك بطاله مقنعه وهناك بطاله يعني بشكل او باخر غير مرصوده. فهذا القطاع الرئيسي اللي احنا نبحث على تطوير الاعمال فيه وخلق فرص عمل هو قطاع الخاص، من خلال تعديل بعض القوانين ومن خلال التنسيق ايضا مع مجلس الشورى ومجلس النواب. وفي المستقبل بيكون عندنا المنتدى الحواري الثاني مسوي فوكس على موضوع التشريعات ان شاء الله، سيعلن عنه في حينه. الجزء الثاني اللي احنا مهتمين فيه هو إضافة قطاع آخر غير القطاع العام وغير القطاع الخاص، وهذا ما نركز عليه ونتفائل فيه، وهو القطاع الثالث أو قطاع الاقتصاد الأهلي. باختصار قطاع الاقتصاد الأهلي هو تحويل القطاع الأهلي من قطاع لا يزال على هامش الإنتاج إلى قطاع منتج وقطاع يساهم في التنمية. كيف؟ من خلال الاستفادة من إمكانات التمكين والاستفادة من إمكانات وزارة العمل لدعم تأسيس أجهزة تنفيذية في المؤسسات الأهلية. على سبيل المثال نضرب أمثلة، احنا عندنا القطاع بالتحديد، عليكم السلام، عندنا قطاع الجمعيات الخيرية في البلد، في عندنا اليوم في حدود 100 جمعية خيرية تقريبا أو أكثر. احنا جينا بفكرة انه هذا الجمعيات الخيرية ما يوجد فيها هي مجالس إدارات منتخبة، لكن لا يوجد فيها موظفين متفرغين، وبالتالي هذه الجمعيات غير قادرة على أن تنجز كل المهام الملقاة على عاتقها، خاصة مع انتشارها في المجتمع ومع حاجة المجتمع إلى تفعيل يعني أدوات حقيقية، إن من خلال الدراسات، إن من خلال المساعدات، إن من خلال خلق فرص عمل، من خلال كذا برامج. لذلك إحنا فكرتنا أن نقدم تصور إلى الوزارة بأنه نخلق جهاز تنفيذي إلى جانب الجهاز الإداري، الجهاز المنتخب إحنا نخلق معاه جهاز تنفيذي، وأن تتولى وزارة العمل وتمكين كلاهما دعم الجهاز التنفيذي. وإحنا افترضنا أنه في الجهاز التنفيذي بيكون عندنا تقريبا 10 وظائف لكل جمعية، متوسط في حدود 10 وظائف. هذا يعني خلق 1000 وظيفة في قطاع الجمعيات الخيرية. وبأمانة بمجرد ما طرحنا الفكرة في وزارة العمل كان في ترحيب شديد جدا لهذا الموضوع، وطلب من عندنا أن نعد دراسة تفاصيل على هذا الموضوع، والدراسة موجودة جهزت من أجل أن نقدمها في هذا الموضوع. وإن شاء الله في الأيام الجاية بيكون في أيضا مناقشات في هذا الجون. طبعا احنا في بالنا انه الجمعيات الخيرية ستقسم الى 3 اقسام A و B و C، وكل جمعية بيكون اليها حسب حجمها وحسب منطقة اللي تغطيها على اقل تقدير فرص عمل. نتكلم عن فرص عمل مدير اداري، سكرتارية، محاسب، باحث اجتماعي، مساعدين او على اقل تقدير اللي هم اخصائيين نفسيين بهذا الشكل. وبالتالي هذا بيساعد على المؤسسات الجمعيات الخيرية تنمي عملها وتساعد في أن هي تستقطب موظفين من الخريجين تحديدا، يعني نتكلم عن مرتبات في حدود 400 دينار فما فوق. بالمقابل مهم الإشارة إلى فكرة، ولما طرحنا هذا الموضوع الوزارة أبدت استعدادها أن تغطي 70% من الراتب، وبالتالي الجمعيات لن تتكفل إلا بجزء يسير 30%. يعني افترض ان مثلا بيشغلون 10 موظفين، تكلفه العشرة الموظفين من 400 دينار يصير في حدود 4000 دينار. هم مطلوب من عندهم من هال 4000 دينار 1000 دينار، 1000 يعني في حدود 1200 دينار.
وبيكون عندي 10 موظفين وبياخذهم من 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 المنطقة اللي هو فيها إذا كانوا متوفرين، وهذا بيساعد على أنه ينمي برامجه وينمي مشاريعه وإلى آخره. فاحنا كنا في بالنا أنه المؤسسات الكبرى قد تستوعب من 15 إلى 25، المتوسطة قد تستوعب من 10 إلى 15 موظف، والصغيرة قد تستوعب من 5 إلى 10 موظفين. لدينا أيضا فكرة أخرى وهي تطوير رياض الأطفال. أنا أتكلم في مشاريع مباشرة نقوم بإعداد تصورات فيها. رياض الأطفال اليوم في السوق في حدود 150 روضة تقريبا، عدد الكادر التعليم في الروضات تقريبا من 25 إلى 30 مدرسة في كل روضة متوسط، فأنت تتكلم عن عدد يعني كبير جدا يوصل إلى 4000 مدرسة تقريبا. في نسبة منهم أجانب سواء كان آسيويين أو عرب، وأغلبهم حملة ثانوية عامة، وجزء منهم عندهم دبلوم للدبلوم رياض الأطفال اللي كانت سوته تمكين بالتعاون مع المجلس على المرأة. احنا فكرتنا انه هذه المؤسسة المؤسسات ال150 دي ويمكن ممكن تكون اكثر، انه تعالوا خلينا نرفع من مستواها من خلال نضخ فيها مدرسات عندهم بكالوريوس. هاي المدرسات اللي عندهم بكالوريوس اللي قاعدين على هامش الانتظار طوال الفترة الماضية، احنا نبغي نجيبهم نسوي لهم عقود بالتنسيق مع تمكين مع وزارة العمل، ينضمون الى التدريس في ذي الفترة، بياخذون تجربة بياخذون خبرة، وفي نفس الوقت بيدشون في نظام التأمينات وبيكونون جاهزين لكي يتحولون ويندمجون في نظام مدرسات التربية والتعليم، بحيث ان الوزارة تدعمهم من 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي انت سحبت ايضا عدد من العاطلين او من الخريجين الجاهزين، خاصة في تخصصات مثل التخصصات الاجتماعية الجغرافية مش عارف ايش الى من قبيل، مع ايضا اهمية التدريب اللي اشار لها اخوي باسم، وهو موضوع ان يحصلون على دورة فيما يخص موضوع اللي هو دبلوم رياض الاطفال، وفي نفس الوقت يؤهلون لكي يكونوا مدرسات من خلال الحصول على برامج التربية اللي هي تطرحها الوزارة. ايضا هذه الفكره ناقشناها مع بعض اصحاب الروضات وابدوا ترحيبهم بالفكره، واليوم ناقشناها مع تمكين، وكان ايضا الدكتور ابراهيم يعني متفاعل جدا مع الفكره ومشجع جدا، ووعدنا خير ان شاء الله. ايضا لدينا فكره ثالثه وهي فكره انشاء شركه للاوتسورسز. اليوم مثل ما أشار باسم، بعض الشركات الكبرى على أساس تحافظ ظاهريا على نسبة البحرنة وتتحايل حيل شرعية تقوم تسوي تعاقدات مع outsourcing. لما تتعاقد هاي التعاقدات ما يحسبون ضمن كادرها وضمن ستاف مالها، وبالتالي هي تحتفظ بنسبة البحرنة العالية، بس هي في حقيقة لا عندها يعني عدد مساوي للبحرينيين اجانب جايين عن طريق مؤسسات اوتسورسينج. احنا في بالنا انه نسوي اوتسورسينج شركه او على الاقل مؤسسه او يعني مهم يعني اطار ما يضم البحرينيين الباحثين عن العمل المؤهلين، بحيث انه نحن من يقوم بعرضهم من خلال المبادره على بعض الجهات بعض الشركات لكي يقدموا كاوتسورسينج، وبالتالي يحتفظون بالنسبة الأكبر من الراتب اللي بتتعاقد فيه مع هذه الشركة، وفي نفس الوقت يكونون مستعدين للتحول إلى موظفين دائمين في هذه المؤسسات أو هذه الشركات عقب ما يتم تجربتهم وعلى الأقل تقدير تدريبهم على الأعمال. نقطة أخرى أيضا وهي الانطباع اللي تكون عندنا من خلال المتابعة والمراقبة والبحث، انه معظم المحاسبين في البحرين هم اجانب، وبالتالي عندك عدد كبير من الخريجين في اقسام المحاسبة هذول ما يجدون وظائف. احنا نريد ان نؤسس ايضا مشروع يستوعب المحاسبين، بحيث انه يدفع هاي المحاسبين كاوتسورسينج الى الشركات الكبرى، او يساهم في ان يقدمون هم اعمال خدمية مثل الاعمال اللي تقدمها شركات المحاسبة القانونية. فكرة من الأفكار الأخرى اللي عندنا هي إطلاق مؤشر البحرنة. مؤشر البحرنة فكرتنا أنه إحنا سيتم تأسيس مؤشر
كما أشار باسم له يغطي قضية بنك المعلومات، ويقوم أيضا بمنح نوع من الشهادات أو نوع من على الأقل تقدير يعني التقارير إلى المؤسسات التي تحقق البحرنة، وبالتالي هذا المؤشر بيكون كأنه رقابة أهلية تعمل بالإضافة إلى الرقابة الرسمية اللي هي تمثلها وزارة العمل، خاصة من خلال مكاتب التوظيف ومن خلال التفتيش اللي عندهم أقسام التفتيش اللي يقومون فيها على الشركات. تقديرنا أن هذا المؤشر قد يستوعب 100 موظف يقومون بإصدار تقارير وإجراء دراسات وبحث حاجة السوق، وأيضا توفير بنك معلومات بحيث أن أي أحد يبغي موظف يقدر يتصل بهذا هذا الجهاز أو جهاز المؤشر ويطلب منه، يقول أنا محتاج موظفين مثلا في قطاع المحاسبة أو في قطاع تسويق أو في قطاع كذا أو في قطاع كذا. ونأمل أن يكون في هذا المشروع إن شاء الله جاهز في الأيام القادمة. مشروع آخر أيضا وأنا آسف على الإطالة، وهو مشروع إنشاء معهد تدريب للإعلاميين. وقعنا كما أشرت من قبل اتفاقية تفاهم مع الإخوان في جمعية الصحفيين، أستاذ مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين، وهذا الاتفاقية مهمتها الرئيسية هي تدريب الإعلاميين وتدريب طلبة الإعلام والعلاقات العامة وأيضا ضخهم في السوق، وبالتالي أنت تبغي تحولهم إلى يعني على أقل تقدير من جانب نظري إلى جانب عملي، وأيضا مسؤولين الإعلام والعلاقات العامة المنتشرين في المؤسسات في الوزارات. اليوم ما في جهة ما تحتاج إلى مسؤول علاقات عامة، بما في ذلك اللي هم القطاع الثالث اللي تكلمنا عنه. أخيرا الكل سامع عن شركة أوبر اللي هي مالت سيارات الأجرة. احنا عندنا مشروع ان احنا نطلق مشروع بحريني، نسخة بحرينية من هذا المشروع. اليوم في البحرين في اجانب كثيرين، يمكن سمعتون قبل كم يوم وزارة الداخلية القت القبض على تقريبا 176 شخص يمارسون عملية التاكسي في بدون ترخيص. الوزارة عندها توجه فان هي تصدر تراخيص بهالاتجاه، واحنا كمبادرة نبغي نفعل هذا الموضوع بحيث انه يكون حصرا على البحرينيين، وهذا بيستوعب عدد كبير من العمالة من اجل انه انت تخلق فرص اضافية سواء كانوا متقاعدين او سواء كانوا باحثين عن عمل، غالبا اللي اقل من شو اسمه اقل من الشهادات الجامعية. هذه بعض المشاريع اللي حبينا نشارككم فيها، ومستعدين إلى أي سؤال ولا النقاش. ومرة أخرى شكرا لصبركم واستماعكم ونتشرف فيكم.